صرار غزات ديالي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. اليوم اختي، اليوم غادي للدار ولكن ماشي ديما، غادي غير نهار وغنرجع في العشيه. باقا ما خرجش من السبيطار طبعا، كما تشوفوا باليستي غنخليها في السبيطار. وهنايا جا معايا دوك الحوايج اللي ما بقاش تلبس، داكشي اللي كوم لحقاش دابا سخان عندنا الحال. ايوا غادي نمشي للدار نجلس مع الشعيبيه واحد النهار، وفي العشيه نرجع. والسيمانه الجايه ان شاء الله قال لي الطبيب انني غادي نخرج. المهم غادي نشوف شنو غادي نديرهم. طبيعه الحال تابعني بزاف ما يدار بلا ما نبقى نعاود لكم في مشاكلي هنايا. قولي يا اكرام راك عاودتيهم، ولكن عاودتهم في حاله كان لا حرج عليها. لا حق ربي اللي كان عالم كيفاش كانت احوالي. ربي اللي كان عالم جيبها في ام وقول، يعني راكم عارفين لا ماني الهوس، مني كطالعي الهوس راك ما تتولي فاقده للسيطره على الوعي، ما تتوليش عارفه راسك اش كديري. المهم الغزاله ديالي نتمنى ان شاء الله تكون مزيانين وتكونوا بخير وعلى خير. المهم نط مع الصباح دوشت نشفت شعري غير بالسوشوار عادي، ماكيت واحد شويه. المهم اللي فينا الضو لحق الشعيبيه، انت تشوفي تقولي كحل بنيتي دوك العوينات، كحل دوك العوينات. المهم مشيت عند فينا الريحه ديال السبيطار، خاصنا نمشيو شويه داربنا شويه الضو باش تفرح، باش تكون بنتي برات وباش هي تفرح. فهمتوا راكم عارفين دابا برات، وجايه 3 سنين ما شفتهاش، راه مني بدات كورونا عقلت وملي كنت في المغرب من داك الوقت. ايوا المهم ان شاء الله ملي نمشي لتما غندير لكم ستوريات مع الشعيبيه، وضروري خاصني ندير واحد الفيديو توضيحي في يوتيوب باش نعاود للناس اشنو اللي كان طاري بالضبط. بزاف ديال الامور باغا نوضحهم، بزاف ديال الامور ان شاء الله، ولكن غيكون فيديو يوتيوب. دابا حنا غير في ستوريات، وهذا ما كان الغزالات ديالي، بوسه كبيره خصني نحيد هاد الصباغه اشوفو على حاله. المهم تهلاو ليا في راسكم اختي. درت هاد الفلتر لحقاش شفت ستوريات دابا الاولي اللي درت، عاشي داش بيه ليا وجهي داك الفلتر بنقوش ليكم، هذا تيبين لك وجهك كما هو كمرت كما هي. كلشي على سميتي مكتوبه في بيم اختي. انتوما اكرام اختي، انتوما تشوفوا ليا مع راسكم اكرام اكرام اكرام. الغزالات ديالي شوفوا شكون اللي معايا، شوفوا شكون اللي معايا، شوفوا شكون اللي معايا. قول السلام. السلام عليكم، كي دايرين المتبعين ديالنا اليوم بنتي؟ متبعين ديالنا مرحبا بكم، دعوا مع بنتي، دعوا مع بنتها، بنتها بنتها. كرام واش ما عييتيش من الكذوب على الناس مساكن؟ واش هاد الشعب اللي تعاطف معاك كامل مساكن والناس ضربوا عليك الطرقان، واش كي تتحس بيهم؟ خوتي العزاز انا ما بغيتش نهضر، شوف ستوري ديالها ردات الاعتبار لخالتها والشاف العروبي والما وتتحشي الهضره، ولكن انا اليوم غادي نقول الحقيقه. يا اختي اكرام سبحان الله الزروه اللي خرج من الموضوع، خرجتي انت من الطبيب، سبحان الله رجع التليفون، سبحان الله جات امك. تستغلوا الطيبوبه الشعب الحنين، تستغلوا هاد الناس طيبين مساكن، ولكن انت ما تتقدريش شنو هي الانسانيه، حيت داكشي كامل درتيه تمثيل، ومن حصلتي قلتي غادي نتخبع، ومنين خرج السبع بنتي انت عاوتاني. والله اخوتي اقسم بايه الرحمن، الا نتوما اللي تيقول الحق كاع ما تتبغيوه، واللي تيتنز عليكم تتبغيوه ما عرفتش علاش، ولكن اليوم والله ما نطلق شي واحد بالله، انا سكت وكتحشي الهضره غادي نقول الحقيقه تكون صادمه. المهم تتفلى على الناس.